تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. هذا البرنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، وفي التنسيق معنا الأخت سارة يوسف، وأيضا لدينا كذلك في الإعداد فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي. مثل ما عودناكم دائما مستمعينا نبدأ معكم حلقتنا بجولة سريعة على أهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية. أول خبر عندنا حلقة نقاشية عن بيانات عن البيانات الذكية لرفع جودة الخدمات الصحية في دبي. نظمت إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ولجنة البيانات المفتوحة بهيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مكتب دبي الذكية وشركة رويال فيليبس حلقة نقاشية ضمن سلسلة من فعاليات منتدى هيئة الصحة للبيانات الذكية بعنوان بيانات صحية ذكية نحو مجتمع صحي ذكي، والتي تأتي تحت رعاية كريمة من معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي. وأكد يونس عبد العزيز الحاج آل ناصر مساعد مدير مكتب مدينة دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أهمية المنتدى ودوره الفاعل في تعزيز مشاركة البيانات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة القصوى منها في تطوير ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع. وأثنى على الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي في هذا المجال مؤكدا أهمية تطوير القطاع الصحي الذي يعد شريك استراتيجي في تحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الرضا مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي رئيس فريق حوكمة البيانات في هيئة الصحة بدبي، أوضح أهمية المنتدى في التعريف بالجهود التي تقوم بها هيئة الصحة لدعم مبادرة البيانات المفتوحة والتي يقوم عليها مكتب حكومة دبي الذكية، وتبادل أفضل الممارسات الفنية بين المشرفين على المبادرة في حكومة دبي الذكية والمشاركين فيها من منسوبي الهيئة أو نظرائهم في الهيئات الأخرى. في خبر آخر أو دراسة أخرى تقول الذهاب إلى العمل بالسيارة يزيد الوزن في منتصف العمر. أوضحت دراسة بريطانية أن اختيار طريقة نشيطة للذهاب للعمل يمكن أن يحدث فارقا كبيرا فيما يتعلق بزيادة الوزن في منتصف العمر. طبعا توصل الباحثون بعد دراسة شملت عشرات الآلاف ممن يزيد عمرهم عن 40 عام إلى أن من يذهبون إلى العمل بالسيارة يزيد وزنهم ويكتسبون نسبة دهون أكبر في الجسم عمن يذهبون للعمل سيرا على الأقدام أو بالدراجة أو بالمواصلات العامة. وقال الباحثون في الدراسة التي نشرتها دورية لانسيت لداء السكري وعلم الغدد إن من يذهبون للعمل بالدراجة كانوا الأقل وزنا، كما ارتبط أيضا ركوب القطار بانخفاض الوزن والدهون في الجسم. طيب يا جماعة الخير، هنا أنا عندي تعليق بسيط يمكن
نحن عندنا بعض الممارسات اللي نسويها دائما إذا دخلنا المول، دخلنا أي مكان، حتى إذا رحنا المسجد بنصلي، ندور على أقرب موقف عند الباب. طيب خلونا نوقف يعني المسافة البعيدة هذه الخطوات اللي ما نمشيها بتفيدنا، ما في داعي يعني نتكدس على المواقف القريبة، لا، شوف لك موقف بعيد وامشي، لأن هذا المشي لصالحك. فهذه من بين الأشياء. واحد بيقول لي والله الجو حار في لندن غير، بتمشي ما بتحس بالحر وهذا، طيب أنا ما عندي مشكلة، بقول لك كلامك صح، لكن تعال احسبها في الشتاء شو تسوي؟ تراك نفس العادات اللي انت تسويها في الصيف هي نفسها تسويها في الشتاء. طيب عموما خلونا ناخذ جولة شوية عن بعض الأمور أو بعض الأخبار اللي وردت في البيان الصحي في هذا الأسبوع. في خبر بقول لكم يعني يمكن بعد يتعلق بالفقرة التثقيفية اللي منقولها، يقول لك حلول للصلع الناجم عن الثعلبة. طور باحثون في جامعة كولومبيا الأمريكية قرصا دوائيا يمكنه علاج الصلع الناجم عن داء الثعلبة، واختبر في البداية على الفئران بصورة ناجحة. هني أنا أبغي أعرف الفار كيف تي ثعلبة. عموما اختبر في البداية على الفئران بصورة ناجحة، ثم على 3 مصابين بهذا الداء، فاستعادوا شعرهم بالكامل في غضون 5 أشهر. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه بعد تناول العقار 5 أشهر مرتين يوميا يعود الشعر للنمو بالكامل من خلال منع مهاجمة خلايا الشعر بواسطة خلايا تي المضادة التي يطلقها جهاز المناعة. ويعتقد الباحثون الأمريكيون أن داء الثعلبة ناجم عن مشكلة في الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى تدمير بصيلات الشعر. ويعتزم الباحثون الآن إجراء مزيد من التجارب على أمل أن يصبح هذا الدواء علاجا قياسيا في نهاية المطاف. يشار إلى أن هذا العلاج غير فعال على الصلع الذكوري الذي لا يوجد علاج شاف له، أما بالنسبة لداء الثعلبة فإن الشعر يعود للنمو مجددا. على طاري الجملة الأخيرة أن الصلع الذكوري لا يوجد علاج شافي له، أما بالنسبة لداء الثعلبة فإن الشعر يعود للنمو مجددا، أتذكر دخلت فيلم في السينما تدور أحداثه يعني بعد 100 سنة، البشر كلهم طلعوا من الأرض راحوا كوكب ثاني، فردوا مرة ثانية في بعض الشغلات يسوونها في كوكب الأرض. كان الفيلم بطولة ويل سميث أعتقد. المهم رجعوا صارت الأحداث هذه وما أدري كذا، فالبطل آخر شيء يعني أنقذ العالم وكان مصاب، فيا الدكتور اللي شالنا كان أصلع. قلت سبحان الله، يعني حتى بعد 100 سنة ما اكتشفوا علاج حق الصلع. عموما بما أننا نحن نتكلم عن الصلع والشعر، فمناخذكم على الفقرة التثقيفية الأولى أو المحطة التثقيفية الأولى في حلقتنا، اللي يقول الأطباء أن الإنسان العادي لديه ما بين 100 إلى 150 ألف شعرة على رأسه، وهو يخسر يوميا ما بين 100 إلى 150 شعرة بعد الاستحمام وتمشيط الشعر. طيب خلونا نتعرف على هذا الموضوع بشكل مفصل من خلال هذه الفقرة التثقيفية، وبعدها ما نطلع فاصل، بعد الفقرة التثقيفية ما نطلع فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. إذا كان تساقط الشعر عند الرجال مشكلة، فهو عند النساء مأساة. لا تخافين يا سلامة، كلنا شعرنا يتساقط، والإنسان عنده بين 100 و 150 ألف شعرة على رأسه، ويخسر يومياً بين 100 إلى 150 شعرة، أكثرها بعد الاستحمام وتمشيط الشعر. لكن عند السيدات إذا كان التساقط شديد فلا أسباب عديدة،
أولها العامل الوراثي اللي يأثر فيه 13% من النساء قبل عمر 50، والعوامل الثانية الولادة والإصابة بالأمراض كالحمى والاسترس واستعمال بعض أنواع الأدوية. ابعدي عن الدايت الشديد يا سلامة، وخففي من استخدام مجفف الشعر والأصباغ والكراتين وكثرة ير الشعر لورا. وأكيد طبعا الحجاب ما له علاقة، لكن مهم دائما تهوية الشعر. عادة الشعر يرجع لنموه الطبيعي بعد زوال هذه الأسباب، أما إذا استمرت المشكلة فالأفضل استشارة الطبيب، لأن في وايد إعلانات لمستحضرات وشامبوهات وحبوب، وأكيد ترى مو كل شيء موجود في السوق فعال. تساقط الشعر شيء عادي وممكن الحد منه، فما في داعي للرعب والدراما. عساكم دوم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي، هذه الإذاعة المميزة. مستمعين، عقدت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي ورشة عمل لتنظيم القطاع الطبي الخاص بالمعايير الموحدة للتراخيص الطبية، والتي تم اعتمادها من الجهات التنظيمية الثلاث في الدولة، اللي هي وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئتي صحة دبي وصحة أبوظبي، وتم تطبيقها منذ أكتوبر 2014. للحديث عن هذه الورشة وأهدافها وأبرز المناقشات التي تضمنتها، يعني يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عائشة علي حمد الفلاحي، رئيس قسم التسجيل والاعتماد بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معنا أستاذ عائشة. السلام عليكم، حياك الله. وعليكم السلام. أختي، إذا ما نتكلم عن هذه الورشة اللي سويتوها، يا ترى تعطينا فكرة عامة عن هذه الورشة، أهميتها وليش عقدتوها؟ نعم، تم إعداد هذه الورشة بشكل عام لاستمرارية التواصل وتقوية الارتباط مع القطاع الصحي الخاص، ذلك الشريك الاستراتيجي الهام في منظومة الرعاية الصحية بالإمارة، وكان لها أهمية لمناقشة المعايير الموحدة للتراخيص على مستوى الدولة، والتي تم اعتمادها من قبل الجهات التنظيمية الثلاثة، وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بضبي وهيئة الصحة بدبي، والتي تم تطبيقها منذ أكتوبر مثل ما تفضلت 2014. وخلال هذه الورشة تم أيضا الاطلاع على مقترحات وآراء المهنيين بالقطاع الصحي الخاص حيال هذه المعايير، وفتح باب الحوار للتعرف على أسئلة واستفسارات المهنيين الصحيين العاملين بالإمارة والإجابة عليها. كان متوقع حضور 150 شخص في هذه الورشة، والحمد لله فاق العدد التوقعات، وصل إلى 200 شخص مهني، وحضر عدد كبير من المهنيين الصحيين الممثلين عن القطاع الصحي الحكومي بالإمارة وفئة الأطباء والتمريض والكادر الصحي المساند وجميع المنشآت الصحية الخاصة بمختلف أنواعها. جميل. شو أبرز المواضيع اللي طرحتوها في هذه الورشة سادة عائشة؟ تم طرح التعريف بالمعايير الموحدة للتراخيص على مستوى الدولة والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بها، وتم أيضا شرح كيفية توزيع الشهادات العلمية في فئات الترخيص المتعارف عليها كيف تير 1 تير 2 تير 3، والتي بدورها تعتمد على 13 معيار، من ضمنها اعتراف بلد المنشأ بالشهادات العلمية الصادرة منها والخبرات العلمية التدريب خلال فترة الدراسة. وتم أيضا طرح مناقشة الدوام الجزئي المسموح به لفئة الأطباء، حيث يسمح بعدد 4 دوام جزئي للاستشاريين و2 للأخصائيين، وكذلك 4 لفئة أطباء الجراحة من مختلف التخصصات كالنساء والولادة، الأنف والأذن حنجرة والمسالك البولية وغيرها من التخصصات الجراحية. وتم أيضا طرح متطلبات ترخيص خريجي جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم أيضا مناقشة توحيد مسميات الأطباء وأطباء الأسنان على مستوى الدولة لتكون طبيب عام وأخصائي واستشاري فقط، وتم أيضا طرح تعديل
مسميات أطباء وأطباء الأسنان الذين يحملون مسمى أخصائي تحت الإشراف الطبيب المسجل بدون تقييم جديد في حال استيفاء شروط ومتطلبات كافة الشروط المطلوبة. طيب هني أنا بتكلم حتى عن التفاصيل الخاصة بالشروط والمتطلبات هذه اللي ذكرتيها أختي عائشة، لكن خلينا نتكلم عن أهم التوصيات اللي طلعتوا فيها من خلال هذه الورشة. تم عقد حلقات نقاش مع جميع الحضور بالورشة، وذلك بلقاء موظفين الإدارة، وتم الرد على كافة الأسئلة المطروحة من قبل كل مجموعة على حدة، وتم أيضا التوصية بضرورة الاطلاع على المعايير المذكورة من خلال الموقع الإلكتروني، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بساعات التعليم المعتمدة كأحد متطلبات تجديد ترخيص الأفراد المهنيين. جميل. طيب الآن في رأيك ما هي أهمية توحيد هذه التراخيص على مستوى الدولة؟ يعني شو هي الفائدة الكبيرة اللي رجعت على المنتسبين لهذا القطاع الصحي في دولة الإمارات؟ كان إلى تقليل المدة الزمنية لإصدار تراخيص المهنيين، وسهولة التنقل للفرد المهني بين الجهات التنظيمية الثلاثة التي تم ذكرها، وأصبحت المتطلبات أكثر سهولة للفرد المهني المتقدم للحصول على الترخيص، وسهولة التنقل المهني بين المنشأة الصحية الواحدة ذات الأفرع المختلفة بالدولة. وتم أيضا إيتاح المهني قدرا أكبر من المرونة والانتقال إلى منشآت تمنح مزايا إضافية أفضل أو تحتاج إلى خدماتهم بشكل أكبر. طيب هني أنا بتكلم أختي عايشة عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. يمكن تذكرتي أن توحيد هذه التراخيص على مستوى الدولة يمكن الوضع كان شوية صعب بالنسبة للمهنيين وأيضا للعاملين في هذا القطاع للتنقل ما بين إمارة إلى أخرى. اليوم يعني مع هذا القرار اللي طلع، يعني على الأقل سهل هذه المهام على المنتسبين لهذا القطاع. يا ترى يعني هذا القرار يعد أحد نماذج أو أشكال التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، القطاع العام اللي يسعى إلى تنظيم العمليات الصحية وسن التشريعات والقوانين التي تخدم هذا القطاع الطبي في دولة الإمارات، والقطاع الخاص اللي أيضا هو أحد الشركاء الرئيسيين في تطوير المنظومة الصحية في دولة الإمارات. يا ترى ما هي الأهمية التي تسعون لها من خلال هذه الشراكة؟ نعم، كان لها أهمية في استمرارية اللقاءات وفتح باب الحوار والمناقشة، مما يسهم في معرفة الرأي الآخر عن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، والتعرف على السلبيات وإمكانية تداركها، وتعزيز وتطوير الجوانب الإيجابية في منظومة العمل بالإدارة، والتي تعد أحد وسائل التواصل وتشجيع العلاقة بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص بالإمارة، إضافة إلى فتح قنوات الحوار وتبادل الآراء بين الجانبين، مما يسهم في التعرف على مشكلات القطاع الصحي الخاص ومحاولة تذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام بالإمارة، والتأكيد طبعا على أهمية القطاع الصحي الخاص كشريك استراتيجي هام في تطوير الرعاية الصحية بالإمارة. طبعا هذا القرار يعني أكيد أنه بيساهم في مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة بشكل عام، وده ما خصيناها أيضا في إمارة دبي من خلال رفض القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة والاستفادة من الخبرات التراكمية لهؤلاء الأطباء الذين يعني تم اكتسابهم لمثل هذه الخبرات في العمل في منشآت صحية مختلفة. فعملية توفير بيئة عمل تتنوع فيها الممارسات الطبية بأساليبها بطرقها بمدارسها المختلفة. طيب الآن من بين الأشياء اللي انتم تسوونها اختي عايشة، يعني منح التراخيص للمهنيين الصحيين، أنا بتحدث عن هيئة الصحة بدبي، يا ترى شو هي الشروط والإجراءات اللي تتطلب لمنح مثل هذه التراخيص وهذه الاعتمادات؟ نعم، على الكادر الطبي أو الكادر المهني
توفير جميع المتطلبات التي تتفق أو اللي تكون متوافقة مع المعايير الموحدة للتراخيص على مستوى الدولة والتي تم اعتمادها من قبل الجهات التنظيمية الثلاث، من ناحية الشهادة الطبية، من ناحية الخبرات، من ناحية الترخيص من بلد المنشأ وحسن السيرة والسلوك. وإذا كان طبعا الكادر المهني طبيب جراح يجب عليه توفير لستة العمليات الجراحية التي أجراها في آخر سنتين. جميل. أختي عايشة، يعني في نهاية هذا اللقاء تبغين توجهين كلمة في 30 ثانية، إذا عندك شيء كلمة تبغين توجهينها؟ نتمنى طبعا من الجميع بضرورة الاطلاع على المعايير المذكورة من خلال موقعنا، لأن بالتالي تكون عملية توفير البيانات سهلة وسلسة، ومشكورين ما تقصرون. الأخت عايشة أيدي حمد الفلاحي، رئيس قسم التسجيل والاعتماد بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذا التواصل معنا، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه الورش القادمة، وأنتم عليكم عبء كبير في حتى الحفاظ على سمعة دبي كأحد المدن التي تمتلك أفضل الكوادر الطبية المعتمدة، منقول معتمدة بين قوسين، لأن للأمانة هنالك الكثير من الأمور التي تقومون فيها في هذا المجال، فشكرا جزيلا لك ولكل العاملين في هذا في هذه الإدارة. الآن مستمعينا بننتقل إلى فقرة التثقيف الصحي الثانية، واللي تتحدث حقيقة عن التسوق الذكي. كيف يعني تسوق ذكي؟ خلونا نسمع هذه الفقرة التثقيفية وبعد ما نطلع فاصل ومن ثم ما أرجع لكم. أنا وسعيد رايحين اليوم على السوبر ماركت. ما تروحوا على السوبر ماركت جوعانين إلا إذا حابين ترجعوا مع 10 كيس بترولي و10,000 سعرة حرارية بجسم. وحسب دراسة بريطانية، إذا أكلت تفاحة قبل ما تروح على السوبر ماركت بيزيد شراءك للخضار والفواكه 25%. بس الأهم نتأكد من نظافة الخضار والفواكه، من نظافة الترولي، لأنه بدراسة أمريكية اكتشفوا انه 50% من الترولي ملوثين ببكتيريا الإيكولي. نتأكد كمان انه حرارة البرادية تكون ماكسيموم 4 درجات. وبالنسبة للقطعبة المجمدة نضغط عليها بالإيد، اذا كانت صلبة يعني حرارة التلاجة مناسبة. السعيد اشتري بالاول القطعبة الجافة وبعدها المعلبات ومن بعدها الخضار والفواكه الطازجة وبالاخر المأكولات الباردة والمأكولات المجمدة مباشرة قبل التوجه للكاشير. بعد السوبر ماركت لازم يا سعيد ترجع مباشرة على البيت للحفاظ على نضارة وجودة المشتريات. التسوق الذكي مفيد لكل الأسرة، وعساكم دوم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة أو الجزء الأخير من حلقة صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، يمكن من بين الممارسات الخاطئة اللي نحن نسويها دائما أن نعطي أطفالنا هذه المشروبات الغازية، يمكن هذه لاحظتها في آخر يمع للعائلة، يعني درجة أن قمت أقول لهم يا جماعة الخير أنتوا اللي تسوون هذا إجرام في حق أطفالكم. فهني بتكلم عن موضوع الفوسفات المصنع اللي يزيد مخاطر أمراض القلب، حيث حذر أطباء من أضرار مادة الفوسفات المصنعة التي تضاف إلى الكثير من أنواع الأغذية الجاهزة والمجمدة مثل البيتزا الجاهزة، الجبنة التي لا تحفظ في الثلاجات، والمشروبات الغازية.
للفوسفات عدة استخدامات، فهو يساعد في حفظ الأغذية أو إكسابها طعم، كما يساعد في إعطاء منتجات الألبان قواما أفضل، ويساعد في حفظ لون الكولا أو منع الحليب المجفف من التثاقل. المخاطر، يقول من المعروف منذ وقت بأن الفوسفات مضر بالنسبة للمصابين بمرض الكلى، لكن دراسة حديثة تحذر من الفوسفات المضاف والذي يسبب ارتفاع نسبة الفوسفات في الدم حتى لدى الأصحاء، ويزيد بالتالي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. طبعا دكتور ماتياس ريدل خبير التغذية يقول وفقا لما نقلته عنه وكالة رويترز أن المذهل في البيانات الجديدة هو أن الفوسفات الذي يمتصه الجسم بالتغذية يمكن أن يترك آثارا ضارة على الأصحاء وعلى أولئك الأكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين على حد سواء. طيب قال أيضا أن الأمر ما يتعلق بالفوسفات الطبيعي المتوفر في العديد من المواد الغذائية مثل اللحوم، البقوليات، المكسرات، والذي يستطيع الجسم تعامل معها بسهولة. فمعدن الفوسفور يلعب مع الكالسيوم دور هام في استقلاب العظام، ويساعد في تخزين الطاقة في الخلايا وتحقيق التوازن الحمضي القاعدي، وطريقة تعامل الجسم معها تختلف بحسب شكله. إذن في الأطعمة الغنية بالبروتين الطبيعي مثل منتجات الألبان يمتص الجسم فقط نصف كمية الفوسفات، بينما الفوسفات الموجود في البقوليات والحبوب فهو موجود في شكل حمض الفيتيك والذي بالكاد يمتصه الجسم، ولذلك فالفوسفات الطبيعي غير ضار. ويوضح البروفيسور كولمان طبيب الأمراض الباطنية الأمر قائلا يقوم الجسم بامتصاص 60% من الفوسفات الطبيعي بينما يمتص الفوسفات المضاف سريعا بشكل كامل، وهنا تكمن الخطورة. إذن هذه الفكرة أن حاولوا قدر الإمكان تبتعدون عن مثل هذه المشروبات اللي تساهم حقيقة في تدمير جسم الإنسان. عموما مثل ما أنتم تعرفون مستمعينا، كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع تتواصل هيئة الصحة بدبي مع متابعينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نخبة من الأطباء والمتخصصين في عيادتها الذكية، التي تناقش العديد من الموضوعات التي يتم اختيارها وفقا لأهمية وأولوية هذه المواضيع بالنسبة لخطط الهيئة وبرامجها التوعوية المستمرة على مدار العام. اليوم العيادة تناقش موضوع مهم يدور حول صحة الفم والأسنان، وعشان نتعرف أكثر على مواضيع هذه العيادة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة شيماء المشهداني. دكتورة، أنت أخصائية صحة فم وأسنان، أخصائية أسنان؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم شكر جزيل على استضافتي اليوم في البرنامج، وأرجو إن شاء الله نكون ذو فائدة للجمهور بإذن الله. إن شاء الله. دكتورة بس خلينا نتعرف على البوزيشن أو المسمى الوظيفي مالك، لأن الجماعة في الأعداد ما حطوا لي. أنا أخصائي أول في وقاية طب وقاية الأسنان والفم، ويسموها باللغة الإنجليزية Dental Public Health، وهو مخصص لوقاية من أي أنواع من الأمراض الأسنان أو الفم. جميل. وكذلك محاولة منع وصول الإنسان إلى هاي الأمراض. يعني في الحقيقة أحب أنه أذكر أو شيء في البداية، يعني عموما ما هي المشاكل اللي في الأسنان وفي الفم عموما، وكيف يمكن بعد ذلك الوقاية منها. لو الجمهور فهم المشكلة من الأساس يستطيع هو أن يساعدنا أيضا في حماية نفسه من هذه الأمراض. صحيح. أولا مشاكل الفم تنقسم إلى أسنان ولثة، ومشاكل الأسنان عموما أكثر الحالات هي تكون التسوس، واللثة هي الأمراض التي تابعة بعد التسوس البكتيريا، وهي التهابات اللثة الأخرى. التسوس عموما هو عبارة عن تعفن الأسنان وتآكلها بسبب وجود كمية كبيرة من البكتيريا في الفم. يعني حقيقة إذا الإنسان ينظر إلى هذا الموضوع يستطيع بكل طرق والوسائل أنه يمنع تعفن موجود في داخل فمه. هذه التعفن لا يحدث هكذا، إنما تكون في دورة أو تسلسل معين لوصولنا إلى هذا التعفن. فإذا استطعنا أن نكسر هذه السلسلة أو هذه الدورة، فبالتالي نستطيع أن نمنع التعفن أو التسوس في الأسنان.
نعم. التسلسل هذا هو عبارة عن عناصر وهي البكتيريا، وجود الطعام المتراكم لفترة طويلة، والأحماض اللي تصدر من البكتيريا. فإذا استطعنا أن نمنعها نستطيع نمنع التسوس. طيب دكتورة، يعني خلينا شوية بس نتكلم بشكل شعبي شوية، يعني بعيد عن المصطلحات العلمية وايد بهذا الشكل. يعني شو أهم الشغلات اللي الواحد لازم يسويها على أساس أنه يقي نفسه من هذه الأمراض؟ نعم، الآن الإنسان سبحان الله بخلقة رب العالمين يولد وليس في فمه بكتيريا تؤدي إلى التسوس، سبحان الله. ما عنده أسنان لله. ولكنه ما عنده أسنان وعنده البكتيريا، ويكتسبها سبحان الله، يكتسبها الإنسان مع مرور حياته، إما عن طريق الأم أو عن طريق أشياء يضعها في فمه وهكذا. الآن البكتيريا الموجودة في هذه الفم لا تكون ذو أهمية إذا ما وجد لها البيئة المناسبة. يعني أنا شخص أكل حلويات وأكل كربوهيدرات مثلا الوجبات السريعة، وأكل وأكل ثم بعد ذلك أروح أنام، أغسل أسناني، الأكل يظل مستمر على الأسنان، في طبيعة الحال هذه البكتيريا تبدأ تشتغل على هذه الأسنان تأكلها، يعني هذا غذائها، وتؤدي إلى أن تفرز نوع من الحمض. الحمض مثل حمض يعني الطعم مالته مثل حمض الليمون، أو هذا خلينا نقول حتى نكون نقربها إلى الجمهور. هذا الحمض اللي يطلع من البكتيريا هو شو يؤدي؟ يؤدي إلى أنه المينة اللي موجودة على الأسنان تبدي تتآكل شوي شوي إلى ما يستهلك، ثم البكتيريا تبدي تحارب اللي هي لبة الأسنان والعصب، وتوصل إلى مرحلة التعفن وتأكل الأسنان. جميل. نعم، أنا كشخص، أنا كشخص ماذا يجب أن أفعل حتى أمنع هذا الحمض من أن يتأكل أسناني؟ أول شيء حل بسيط جدا متوفر أمام كل الناس، الفرشة والمعجون. حقيقة أنا لو فرش أسناني مرتين في اليوم، وبالذات في الليل لأن البكتيريا تزيد عملها في الليل، أنا أقي نفسي من مشاكل كثيرة وأمراض كثيرة من الفم والأسنان. يجب أن الإنسان أن يلتزم، أنا مو أفرش أسناني اليوم بعد أسبوع أفرشها مرة ثانية أقول لا ليش صار عندي تسوس. يجب أن أؤدي أن يكون شكل دوري ومنتظم من رب العائلة إلى أصغر الأطفال، يجب أن يقوم بتفريش أسنانه بالمعجون الفرشة. وعندك أكبر دليل، رسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث: لولا أشاق على أمتي لأمرتهم بالسواك بعد كل صلاة. إذا السواك كان هو غرضه أنه يزيل هذه الأوساخ والطعام المتبقي حتى يمنع هذه البكتيريا أنه هي تؤدي واجبها وتقوم بالتسوس. نعم. طيب دكتورة، الآن أبغي أنتقل على أبرز الخدمات اللي تقدمها الهيئة في عياداتها، خاصة عيادات الأسنان. شو هي الخدمات وشو هي الإنجازات التي تحققت عندكم في هذه العيادات؟ والله لله الحمد، الهيئة توفر حقيقة خدمات ممتازة للجمهور، ابتداء من الرضيع اللي هو إلى 6 أسابيع وأنت طالع إلى أكبر العمر، الله يحفظ الجميع. عندنا أول شيء عندنا عيادة يسموها عيادة الرضع والأطفال، هذه من يوم الطفل يدخل حتى يؤدي يأخذ تلقيحاته يتحول علينا بقئة يسموها Child Health أو صحة الطفل. من 6 أسابيع يقوم أخصائي التنظيف لتعليم الوالدين طريقة صحيحة لوقاية الطفل من التسوسات، يؤدي إلى يعطي النصائح المهمة من ناحية التغذية، من ناحية تنظيف الأسنان، من ناحية مهمة، نقطة مهمة جدا، أن يجب متابعة طبيب الأسنان حتى لو لم يكن عندي آلام أو مشاكل. يجب أن أقوم كل 6 أشهر بزيارة طبيب لكشف على أسناني، هذه مهمة جدا. أيضا عندما يكبر الطفل وتبدأ الأسنان تظهر عنده، نقوم بوضع مادة اسمها مادة الفلورايد، هذه متوفرة ومجانية لكل مواطنين. هذه الفلورايد هي مادة تحمي الأسنان وتعطيها قوة وصلابة أنه تقاوم هذه الأحماض اللي تؤدي إلى التآكل. كم عمر الطفل يوم تعطونا هذه المادة دكتورة؟ الطفل من عمر 2 سنين أو 18 شهر، أول ما تظهر عند الأسنان إحنا ممكن نحط له هذه مادة الفلورايد، هي مادة طبقية توضع على الأسنان تترك لمدة نص ساعة، الطفل لا يأكل ولا يشرب لمدة نص ساعة، إلى ثاني يوم يأكل عادي ما في مشاكل. هذه أيضا مهمة جدا. كذلك الطفل اللي عمره تقريبا يبدأ من 5 سنين. مهمة في شو دكتورة؟ لأن معلومة مهمة جدا أن أولياء الأمور لازم ينتبهون لها. نعم نعم. مهمة في إيش؟ شو اللي تقدمه هذه المادة؟ هذه المادة الفلورايد هي موجودة في الطبيعة أصلاً، يعني خلقها رب العالمين. أيضاً هذه توجد مادة مركزة إحنا تكون عندنا على شكل مثل معجون الأسنان، توضع هذه المادة. ماذا تفعل؟ المينة مالت الأسنان إذا كانت قوية بما يكفي أنها تقاوم الحمض حتى يتآكل بسبب البكتيريا، فإنها تساعد على أن تبطئ عملية التسوس. ف
فإذا إحنا صراحة ما نضمن هذا الطفل ما نوعية الطعام مالته وهل هو يضبط أسنانه أو لا. فإحنا نحاول بقدر الإمكان خلنا نقول إنه هو مثل فيتامين يعطى للسن حتى يعطي قوة أكثر وصلابة. فلما توضع هذه المادة كل 6 أشهر مع طبعا النصائح المستمرة والتنظيف فإن تحمي الطفل إنه يكون أي عنده أي نوع من التسوسات. لذلك في شغلة أيضا إحنا نقدمها للأطفال بالذات الأطفال, لأنه إحنا في مسح عملناه قبل 2 سنين وجدنا أن نسبة الأطفال حوالي 65% يعانون من التسوسات. فأيضا إحنا نقدم مادة تسمى اسمها الحشوة الوقائية. 65% دكتورة؟ نعم. في الإمارات نعم. هذا الكلام؟ نعم في دبي. في دبي, دبي. يعني هاي نسبة كبيرة الصراحة. نعم جدا نسبة كبيرة. فئة صغيرة اللي عمرهم من 5 إلى 6 سنوات. تخيل من 5 إلى 6 سنوات الطفل عنده حوالي فوق 65% أطفال عندهم تسوسات. ولهذا احنا قمنا بحملات كبيرة على المدارس الوقاية, قمنا ببرنامج كبير اسمه دبي تبتزن بصحة حتى نقوم بالتوعية ونقوم بالوقاية للأطفال حتى ننزل هاي النسبة إن شاء الله, وإحنا على الدرب إن شاء الله ننزل هذه النسبة. هذه الحشوات الوقائية أيضا اللي توضع على الأسنان الخلفية للطفل بحيث أن التعرجات الموجودة على الأسنان لا يتجمع فيها الطعام ويكون سهل جدا على الوالدين أو الطفل أن ينظف أسنانه. أيضا هذه تساعد على أن الأحماض اللي موجودة في البكتيريا لا تحارب السن أو تعمل تآكل. طيب دكتورة أن التقنية عجبتني هذه أن تحطون حشو على الأسنان على أساس أن الطعام ما يتجمع ويكون أسهل في التنظيف. طيب هاي التقنية ممكن الكبار بعد يستفيدوا منها؟ نعم نعم طبعا هي حتى الأسنان الدائمة ممكن أيضا أن نضعها للكبار يعني عمرهم كبير أيضا توضع ما عنده مشكلة. وأيضا هذه بالذات مهمة جدا للناس اللي عندهم قابلية أسرع في التسوس, مثلا طبيعة الحياة مالتن هو يأكل أكل غير صحي, ما يفرج أسنانه, ما يحب يسمع النصيحة. فإحنا نحاول بقدر الإمكان نساعد هذا الإنسان أنه يمتنع عن التسوس. والله دكتورة أنا أشوف السبب أنتوا الأطباء الأسنان طلعتوا لنا الفينير, طلعتوا لنا ما أدري الهوليوود سمايل وكذا, الواحد ما قام يهتم يعني حتى يتسوس الأسنان, شو المشكلة؟ والله للعلم إنه اللي يقوم بعمل هوليوود سمايل يقوم بعمل هذه التركيبات يجب أن يكون عنده اهتمام مضاعف عن اللي عنده أسنان طبيعية مثلاً, لأن هذه في النهاية تركيبات يجب لها عناية معينة واهتمام, ويجب أن يكون قدر المسؤولية أن يضع هذه التركيبات في اسمها. فلهذا إحنا عامدة ما نقوم بوضع أي نوع من التركيبات هذه إلا لما يكون الإنسان بحاجة لها التسوس, أيوة خالي من التسوس, عامل أسنانه بتنظيف بشكل جيد, نتابع نشوف أنه حالته جيدة, وبالتالي ثم نقوم بنصيحة أنه يعمل تركيبات إذا كان محتاج إلى التركيبات. بالضبط. وإذا مو محتاج لا يسويها يعني. دكتور لا طبعا أكيد أكيد طبعا ما في حاجة, أسنانة جميلة ومتساوية ولونة حلو ما في داعي أنه يحط مثل, لأنها هي مسؤولية كبيرة حقيقة. صحيح صحيح. طيب نعم. نرجع لنفس الموضوع الخاص بصحة فم الأطفال دكتورة كمل. نعم تفضلي. نعم فمثل ما خبرتك يعني إحنا دائما ننصح الأهالي في 3 عناصر مهمة يجب أن يفعلوها دائما: التنظيف الذاتي في البيت وهو التفريط والمعجون 2 مرات في الأسبوع. دائما نصر على هذا الشيء لأن هم في يدهم أنه يمنعوا نفسهم من هذه أنواع المشاكل والتسوسات. الشغلة الثانية أو العنصر الثاني هو التغذية, نوع الطعام اللي يجب أن نأكله وكيفيته وكمه, هذه مهمة جدا أيضا أنه هي تأثر على تسوس أو زيادة المشاكل في الأسنان. يعني أنا يجب أن يأكل الخضروات والفواكه والبروتين وأنواع من الكربوهيدرات الجيدة مثل الخبز الأسمر, الرز, الباستا أو المعكرونة السمراء, هذه كلها جيدة ومغذية للإنسان عموما كان سواء صغير أو كبير. يعني إحنا ما نقدر نمنع الجمهور أن يأكل حلويات والبسكويت والكيك والأشياء هذه, صعب جدا أن نمنعها, ولكن نقنن. يعني فرضا يجب أن لا أستطيع أن كل يوم من الصبح للليل أنا أكل هذا الطعام, بالتالي هذا الطعام مستمر في الفم يزيد نسبة الحموضة في الفم دائما طول النهار وتساعد البكتيريا أن تأكل الفم. أقننها بحيث أنه مثلا مع وجبة الطعام مثلا الغداء أكل قطعة حلو أو قطعة بسكوت أو كذا, وبالتالي ثم بعد ذلك أذهب وأنظف أسناني. إذا كنت في برا البيت أنا ما أقدر أنظف أسناني, أتمضمض بالماء على الأقل, أشيل هاي البقايا من الطعام. فبالتالي أنه أنت أقلل هذه. أيضا أنواع الطعام اللي هم يعطوه الأطفال زي الجلاتين والمصاصات هذه تلتصق في الأسنان وتساعد البكتيريا بشكل ممتاز جدا أن تؤدي إلى الحموضة. هذه الأشياء يجب أن نمتعن عنها. بالمقابل أنا أعطيهم الفواكه المجففة, أعطيهم الحلويات الطبيعية يعني الأكل الطبيعي مثل الحلويات اللي هي مثلا لا تؤذي الطفل, يعني حتى الشوكولا الكاكاو أحسن من أني أعطيه جيلاتين وأعطيه المصاص اللي هو مستمر هذه الحموضة في الفم وتساعد البكتيريا على التسوس. أحاول من البداية
أخلي الطفل يمشي على نظام غذائي جيد وممتاز. إحنا يمكن لما كنا صغار ما كنا نجد النصيحة الشبس والحلويات وهينا كلها، ولكن الآن أنا عندي ابن صغير عمره 4 أو 5 سنوات، يجب من الآن أن أسيطر على نظام الغذاء حتى أقي في المستقبل المشاكل. صراحة هو وباء، يعني أنه أنا أخلع الأسنان ومرر الطفل بهذه المعاناة الكبيرة حتى أنه هو يتخلص من آلام الأسنان. فأنا بيدي كأم وأب أني أساعد، وكذلك إحنا في الهيئة كأطباء أسنان متوافرين موجودين لمساعدة الأم والأب بكل النصائح وكل طرق الوقاية، أن نساعد الأم والأب ونعينهم على أنه يعطوا هذا الطفل نظام صحي جيد للأسنان، وكذلك الأم والأب نفسهم. يعني أنت إذا تكون قدوة جيدة لأولادك يشوفوك أنت قاعد تفرش أسنانك، يشوفك أنت نوع الأغذية اللي تأكلها، الطفل بطبيعة الحال يتبع والديه. فإذا كانت الأم والأب هم من يبادرون بهذه الطرق والنظام الصحيح، فالأطفال بطبيعة الحال سيتبعون الأم والأب. يعني والله دكتورة، يعني أحيانا نكون في المطاعم ولا في أماكن معينة، يعني بعد ما ناكل نروح نغسل يدينا ولا كذا، نطلع بعض الأجانب أو بعض الجنسيات يعني على طول الفرشاة معاهم والمعجون موجودة وقام فرش أسنانه على طول، فرش أسنانه صحيح. ونحن عندنا تعايز الصبح ولا المساء نخلي عيالنا ينظفون أسنانهم. اي صح. هي شوف، هي شوف اخي العزيز، احنا اهم شيء عندي انا لو التزموا في مره الصبح اول ما يصحى الطفل، مره في الليل، هذه تعتبر كافيه. واثناء اليوم انا كل ما اعطي طفلي وجبه، لو اعلمه انه يمضمض اسنانه في الماء على الاقل، او يشرب الماء بعدها بالذات بعد الحلويات، فهذه ايضا جديره بانه نوعا ما تخفف من مشاكل الاسنان. ولكن يجب ان التزم اني انا الصبح على الاقل وبالليل، يعني لو سويتها انا مرتين في اليوم ومضمضت اثناء النهار، هذه كفيله باني تمنع التسوس عموما على الاسنان. طيب الحين الدكتور انا ابغى اتطرق لموضوع، انت قلتي المفروض ان كل واحد يمر على طبيب الاسنان كل 6 شهور. نعم. انتم يعني الهيئه دائما ما تتهم بانها بالنسبه للمواعيد عندها مشكله الانتظار الطويل لمواعيد الاسنان في بعض العيادات، انتم شو سويتوا عشان تتغلبون على هذه المشكله؟ الان احنا قمنا بنظام، صار فتره والله يعني تقريبا سنه، قمنا بنظام بالنسبه للطبيب العام الغاء المواعيد المسبقه. الان الشخص يستطيع ان ياتي للمركز اللي هي قريب من بيته ويسجل على طول ويدخل في نفس اليوم لرؤيه الطبيب الاسنان، وهذا تسهيل الامور. يقوم بعلاج كامل، يقوم يحتاج الى نصيحه، يحتاج الى طرق وقائيه، كلها في نفس اليوم. وايضا حتى تنظيف الاسنان، ازاله التكلسات والاطباق، يستطيع المواطن ان يذهب الى اي مركز من المراكز القريبه من بيته، يسجل على عياده الاسنان ويدخل في نفس اليوم. فالان ما في مواعيد مسبقه 4 شهور 5 شهور، هذه خلاص لغت كلها. ممتاز. الان يستطيع ان يرى طبيب الاسنان في نفس اليوم. يعني انا لهذا النصيحه انه انت كل 6 شهور اعمل نفسك جدول، كل 6 شهور انا يوم اقضي اروح على طبيب الاسنان انا واولادي وزوجتي، وخليهم يفحصوا اسناني ويشوفوا وياخذوا نصيحه من طبيب الاسنان، لانه في بعض الاحيان نجد تسوس في بدايته، نستطيع ان نعالجه قبل، ما نحتاج حتى الى حشوه حتى. صحيح. ممكن نضع شويه فلورايد متابعه ويكفي. اما اذا ترك نفسه سنه او سنتين ما راح طبيب الاسنان ووصل لمرحله تسوس والالام، اذا حيدخل في موضوع العلاج والمشاكل الاخرى. والله انا ما اتذكر كملت 6 شهور الحين ولا لا، بس شكلي بطلع على طول بعد البرنامج بمر العياده. يلا خليك انت المثل الاعلى. زين. عموما دكتوره، يعني انا عندي تقريبا اقل من دقيقه على ختام البرنامج، كلمه اخيره في 30 ثانيه تحبين توجهينها؟ والله انا انصح الجميع اولا في 3 أشياء: تفريش الأسنان باستمرار وبشكل دوري من الأب إلى أصغر الأطفال ضروري جدا، تقليل من نسبة الحلويات والكربوهيدرات السيئة للطفل وتقنينها على في وقت الوجبات مثل الغداء. الثالثة، زيارة طبيب الأسنان ضروري كل 6 أشهر للاستفادة من الخدمات الموجودة عندنا في الهيئة من ناحية الوقاية، الفلورايد، الحشوات الوقائية. جميل. هذا ضروري جدا. جميل. دكتورة شيماء المشهداني، أخصائي أول في وقاية الأسنان والفم بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذه المداخلة. وأيضا أنا أبغي أنوه للمستمعين اللي حاب يستفيد أكثر من هذه المعلومات، ممكن يتابع حسابات هيئة الصحة بدبي على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر DHA_Dubai، وهو نفس الحساب لإنستغرام ونفس الحساب اللي ممكن يبغي يتابع بالصوت والصورة على برنامج البريسكوب، بتعرفون كل
كل التفاصيل على هذا الحسابات على هذه الحسابات وأيضا من خلال وسم العيادة الذكية وسمارت كلينك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، كل الشكر لكم مستمعين على حسن المتابعة، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وتحيات مخرجنا أستاذ عيسى سبيل، وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبلوا أطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.